يكسر لا عدو ولا صدر. زين. شاشة كورة ماذا جاء فيها؟ شلون شلون؟ شو قلت خلاص؟ بعد ترى مقوض هو شنو راح الجمهور يسوي امي؟ انا ترى قوت شو صدق غير هو مسجل انا مسجل تجي لو كابتن لو انا مسجل بالاولى الدوله مسجل هو قبل اول جول باين المباراه اي هي كله مقلبه الدنيا مقلبه الدنيا هاي كله يبقى يذلكم اسبوع انتم تمرين يعني تلج مسبح اجمل هدف لك هذا الموسم منو؟ اي انت غام فين؟ تمام هذا تعال عندي مال اربيل اول مباراه لانه يعني غير معادله ال يعني هواي امور صراحه انا مغير المباراه وطانا حافز اكثر انه اقدم بهذه السنه بس ايضا مال على جول على نادي الطلبه مع احتراماتي لهم يعني من اجمل الاهداف الي انا اقول هدفين على الندن انت فطره التسديد من خارج الجزاء لو مدرب نصحك قال لك شوتك لازم تركز على هذه النقطه لو تتمرن عليها بشكل فردي لو شنو صراحه انا يعني من كنت جاي بالفرق الشعبيه وبالدرجه الاولى عندي اهداف يعني مثل عندك مثل عندي فيديو ها فانا يعني كنت امارس يعني ضربات حره وخاصه ويا كابتن كاظم يوسف تحياتنا لهم ان شاء الله شفاء العاجل. كنت وياه بالاليات عندي اكثر يمكن اربع حرات بالدرجه الاولى يعني اكو بهم مصورات بس يعني بنادي كربلاء كنت بدايتي كلاعب شاب بعدني اذا تقول طول الحره سجادي لا لا سجاد يعني انا يا لا انا يا انا انا يا لا قاعد يتجرأ شلون صارت؟ هي صارت مال لعبه نادي القاسم كنا خسرانين كنت مضيع حجمي يعني مضيع حجمي وعصب وهاي فانا لا متمرن على الحره لا اوقف وياهم هو محمد كريم وسجلت حيرنا محمد كريم فصارت علي اسرائيل فانا رحت عليها فسجاد اجى قلت له سجاد العب فقال لي محمد كريم عوف زيد انا لا متمرن وياهم لا هاي الحمد لله وشكر قورت على نادي القاسم ظلت لعب بالمباراه قمت حتى مثلا من ما قورت قبل وحده تلوحني متلوحني هسه بالمنتخب شوط ثاني كابتن رامي وخلي اسمي كل ما انزل ارد الحره ماكو شاشة كورة وماذا جاء فيها؟